السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد أول يدور. رجعت لكم فيديو جديد، وإن شاء الله في هذا الفيديو شباب راح نجرب مع بعض مود استدعاء أصدقاء سي جي. أنتم متخيلين شباب؟ طبعا أصدقاء سي جي هم سويت ورايدر وبيج سموك. المهم شباب، وقبل ما نبدأ الله يسعدكم لا تنسوا تدعموني بزر اللايك، وأهم شيء تشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين لكي تنضموا إلى عائلتنا الأسطورية. وطبعا لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا نبدأ، بسم الله ونتوكل على الله. طبعا شباب، لكي تستدعوا أصدقاء سي جي طبعا لازم تركبوا مود في اللعبة، مود استدعاء أصدقاء سي جي. طبعا أنا ركبته. المهم طبعا راح أضغط هنا لكي أستدعي أصدقاء سي جي. أوكي راح أضغطها كذا. يلا نايس. هما تشوفون شباب، واو تشوفون، ها هو تشوفون هذا ها ليس هذا رايدر، وأيضا هذا اوكي هذا سويت، والاخير هذا بيج سموك. ها هو تشوفون، مرتدية هذه اللي تحمي من الرصاص. تشوفون شباب، واو درع اللي يحمي من الرصاص. اوكي وطبعا نستطيع ان نعمل قتال مع الشرطة، وايضا راح يتبعوني اينما اذهب. طبعا لما اركب في السيارة راح يركبون معي اكيد. اوكي خليني انزل سيارة شباب لكي اوريكم. اوكي مثلا هذه السيارة، يلا لكي اجرب فقط. اوكي يلا اركبوا اصدقائي، يلا سنذهب في رحلة. اوكي واو والله يا ان المود اسطوري باتم معنى الكلمة. تشوفون شباب، وطبعا راح تقولون الان بانه كيف راح تعمل قتال مع الشرطة وأصدقاء سي جي لا يملكون أسلحة يعني. طبعا نستطيع أن نعطيهم أسلحة شباب، راح أوريكم كيف. طبعا راح أنزل هكذا. أوكي نايس. طبعا هم الآن لا يملكون أسلحة شباب، تشوفون طبعا هم يتبعوني. هيا اتبعوني، هيا بسرعة. أوكي طبعا هم لا يملكون أسلحة شباب. طبعا لكي أخليهم يملكون أسلحة طبعا راح أخفيهم، راح أضغط في نفس المكان اللي ضغطت فيه في البداية لكي أنزلهم. المهم راح أخفيهم هكذا. أوكي لقد اختفوا. بعدها راح أحصل على أي سلاح شباب أريد، مثلا أي سلاح أريد أن يحصلوا عليه. مثلا أوكي مثلا أريد أن يحصلوا على RPG، ما رأيكم شباب؟ واو. المهم طبعا راح انزلهم، احصل هكذا على RPG وانزل اصحاب سي جي يعني اصدقاء سي جي. اوكي راح انزلهم هكذا. ها تشوفون كيف شباب، كلهم حصلوا على RPG. ما رأيكم ان نبدأ قتال مع الشرطة شباب؟ يلا 6 نجمات. اوكي اين 6 نجمات؟ اين هي؟ وانتد، هاي اضغط نايس 6 نجمات. يلا اوه الشرطة في كل مكان، اهرب اوف 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 اوف. يطلقون بالار بي جي شباب، تشوفون لا يعطون فرصة نهائيا. تشوفون كيف يطلقون مباشرة. اوه اطلقوا هيا، دافعوا عني دافعوا، انا لن افعل اي شيء. اوه راح اموت، اهرب يلا سويت ورايدر. يلا اين بيج سموك؟ اين هو؟ اوه بيج سموك هناك، لماذا؟ تعال يلا دافعوا عني. اوه احترق سي جي، احترق. هيا اطلقوا على الهليكوبتر، هي فوق، هيا اطلقوا عليها. لماذا تنظرون الي؟ هيا اطلقوا عليها، هي فوق، راح اطلق انا عليها. ما رايكم شباب؟ احاول ان اسقطها، ما رايكم؟ اوه هليكوبتران، اطلق نايس. يلا اوف ماذا حدث. واو اهرب سي جي، اهرب. اوف راح اموت، راح افعل الحياة الدائمة لكي لا اموت. اوكي هكذا الان ما راح يموت سي جي، نايس. اطلقوا يلا واو دمرت كل شيء. اتت الدبابة، اطلقوا عليها يا اصدقائي. يلا رايدر، يلا اطلق. اوكي واو اسطوري شباب، تشوفون هاي هليكوبتر لقد اتت، اطلقوا عليها.
لا يستطيع أن يطلق على الهليكوبتر لأنها فوق. أوكي راح نطلق عليها نحن، يلا أطلق. لا لم نستطع، يلا الآن. أوكي هاي أطلق. الأيم صعب قليلا، أطلق. هيا هيا، يو انتهى رصاص الار بي جي للأسف. أوكي يلا يلا راح نساعد أصدقائي، يلا. أوه يا كمية الشرطة، أطلق أطلق أطلق. هيا ساعدوني يا أصدقائي، ساعدوني. أوه تشوفون الحرب التي صارت هنا، يلا اضربوهم. أوه انتهت أسلحتهم شباب، تشوفون كيف. راح أخفيهم يلا هكذا. أوكي بعدها راح أحصل على سلاح M4، نايس. أوكي شباب يلا أطلق أطلق أطلق. أوه ليس لدي كثير من سلاح الأنفور، لذلك راح أنزل أصدقائي لكي يساعدوني. هيا لديهم سلاح M4، ها تشوفون كيف شباب، واو رهيب جدا. هيا ساعدوني، أطلقوا عليهم أطلقوا، واو أسطوري جدا. شوفوا شوفوا كيف، هيا أطلقوا أطلقوا أطلقوا، نايس أطلقوا عليهم أطلقوا. هيا أطلقوا، واو شوفون شباب لا يعطونهم فرصة نهائيا. هيا الهليكوبتر هيا فوق، شوفون، واو أطلق أطلق أطلق. البالص البالص ابلع، ها ها نايس. والهليكوبتر فوق، اوكي. يو عندي سلاح قناصة شباب، استطيع ان اطلق على الهليكوبتر يعني. يلا يلا اين هي الهليكوبتر، اين؟ يو اطلق ابلع، ها هيا متى تنفجر؟ نايس يلا يلا قربت افجرها، نايس فجرتها. شوفون شباب هاي سقطت هناك، اين هذه؟ هاي هليكوبتر الاخبار. واو الصراحة مود رهيب جدا شباب هذا، واو ما به اوف دهسني. اوكي راح اركب في السيارة، يلا اتبعوني. لا ليست هذه السيارة، سيركب معي واحد فقط هنا. انزل انزل يا سي جي، لا يوجد سيارة أخرى، لا للأسف. راح أنزل سيارة يلا، لا مشكلة. أوكي هذه السيارة يلا يلا أصدقائي أين أنتم؟ راح أنزع نجمات الشرطة شباب، لأن الشرطة الصراحة أزعجتني. أوكي يلا هنا، أين هو الخيار؟ ها هو not wanted، تضغط عليه، نايس لقد ركبوا معي. شوفون كيف شباب، الصراحة المود رهيب جدا بأتم من الكلمة، راح يخلي أصدقاء سي جي يأتون مع سي جي ويتبعوه ويدافعون عنه وكل شيء. المهم شباب هذا هو المود، قررت أن أجربه معكم. المهم أتمنى يكون عجبكم الفيديو، إذا عجبكم طبعا لا تنسوا تدعموني بزر اللايك، وأهم شيء تشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين لكي تنضموا إلى عائلتنا الأسطورية. المهم شباب يلا أشوفكم في المقاطع الجاية إن شاء الله، ومع السلامة. When you feel it's hopeless, when you think that you've lost.